السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ أحمد إليك الله وأشكره. الحمد لله. بقول لحضرتك ممكن سؤالين؟ ممكن إن شاء الله. بقول لحضرتك ابني عنده 9 سنوات. وبعد؟ أما بنزل صلاة الفجر وهو نايم أصحيه وآخده معايا؟ لا بأس. لبسه لبس كويس طيب. مش مشكلة، انت هتدلعه على امتى بقى؟ 9 سنوات كبير خلاص الحمد لله. السؤال الثاني بقى حضرتك، ازاي اشوف منكر واغيره وقت مخيف في نفس الوقت؟ لان هو ماشي يشوف في حاجات ياما. الكظم الغيظي فيما يخص نفسك، بقابل حاجات بتضايق الواحد. اصبر بس افهم، كظم الغيظ واحد شتمك اكظم غيظك ولا تنتصر، لكن في حد من حدود الله ينتهك؟ انتقم لله. الرسول ما غضب لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله. دي كظم غيظ بقى تساب على كظم الغيظ يعني كده؟ لا انا بقول لحضرتك فهمني حضرتك. انا بفهمك اهو الان، ما انا فهمتك وانت مش راضي تفهم. الشيء الذي يخصك واحد سبك، فانت كظمت غيظك وانت قادر على الانتصار، عفوت تشكر، لكن في حد من حدود الله ينتهك. واحد يضرب واحد يظلمه، تقول اكظم غيظه واسيبه يضربه؟ انا ما بقفش بالكلام ده الحمد لله. طيب سلام عليكم.